طيب الكريب بقى عندي ايه؟ هعمل مثلا كوبايه دقيق واحده، كوبايه دقيق عليها 2 بيضه عليها بنجره، طبعا حسب ما انت عايزه كميه البنجر قد ايه على الكريب ده، ممكن تقللي ممكن تزودي، معلقه سكر وفانيليا. طب انا عندي في الخلاط هنا اهو مضروب شويه، ما كده كده هضربهم كلهم في الخلاط، فعندي شويه هنا كده من الكريب اللي هو ده اللي هو عصير البنجر، وشويه ميه ضربتهم، هو لازم طبعا بتعوز ميه، هحط عليها البيض 2 بيضه، 2 بيضه، وكوبايه الدقيق، معلقه السكر والفانيليا،